إلى ذلك تتواصل جهود وزارة الداخلية في تأمين عودة الطلبة إلى المدارس من خلال تواجد عناصر الإدارة العامة للمرور وأفراد شرطة خدمة المجتمع. وكان لشرطة المرور هذا اليوم دور بارز في تسيير الحركة وتخفيف الازدحامات المرورية، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة الطلبة عند المدارس. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف المقدم أسامة محمد بحر، مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور. مساء الخير سيد أسامة، هل لك أن تحدثنا عن الوضع المروري في شوارع المملكة في اليوم الأول لبدء المرحلة الدراسية؟ مساكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير. الحمد لله اليوم كانت الحركة المرورية سواء في الصباح الباكر أو وقت الظهيرة كانت إلى حد ما معقولة. الازدحامات اللي كانت في كل سنة في أول يوم دراسي للسنوات الماضية كان أكثر من اللي المشاهد عليه اليوم. في تجمعات ولا حركة مركبات في ممكن عند قريب المدارس المنطقة التعليمية، لكن كانت الحركة تمشي، ما كان في هناك غلق للشوارع، كانت الحركة انسيابية لحد ما، لعل ذلك يعني فضلا من الله ثم توجيه سمو ولي العهد بخصوص التقاطعات والشوارع والمداخل والمخارج اللي انفتحت على الشوارع الرئيسية عطت انسيابية أكثر. الحمد لله على بعد من وعي أولياء الأمور، لأن كانت في السابق العديد من السلوكيات الخاطئة تحدث أمام وبالقرب من الحرم المدرسي، لكن الآن نشوفها أقل الحمد لله. نعم نعم سيد أسامة، حدثنا عن أبرز السلوكيات المرورية التي رصدت في هذا اليوم، وأيضا ماذا أعدت الإدارة العامة للمرور لهذه المناسبة؟ السلوكيات هي الوقوف في منتصف الشارع، يعني الولد والبنت طالب جديد فيوقف في نص الشارع يفتح الصندوق ياخذ الشنطة، كلها هذه يمكن تعد في نص دقيقة، لكن هذه النص 30 ثانية تسبب ارتداد إلى الشارع الرئيسي، لأن كل سيارة بتمر إذا حسبنا على يعني أكثر من 200 مدرسة، كل مدرسة فيها عدد لا يقل عن 400 500 في مدارس بالآلاف. احنا نتكلم عن لو خدنا كل نص دقيقة لكل ولي أمر، فبالتالي احنا بنخلق ارتداد إلى الشوارع العامة. الحمد لله في وعي من أولياء الأمور، الحمد لله مو مثل السنوات اللي فاتت. هذه ممكن يعني شاهدناها الوقوف الخاطئ، يعني باعتبار انه يظنون انه ما في مواقف، ما يبي يوقف بعيد لحرارة الجو، ممكن تكون لاحظنا التصوير التلفون استخدام الهاتف. الحمد لله للمشاهد اليوم كان شيء طيب، يعني لازم احنا نشكر المدرسين الافاضل، حراس المدارس، نشيد بدور طبعا يعني شرطه خدمه المجتمع وشرطه المرور، خصوصا او المدرسين، لان حاطين في الاستقبال شيء راقي ورائع وافكار ابداعيه يرحبون بالطلبه وهم داخلين. هذه كلها ينعكس لان اولياء الامور يشوفونه يرتاحون، فبالتالي بتخف علينا الازدحامات يعني من بعد اليوم. فهذا اليوم الحمد لله ما شفت ازدحامات على المستوى الاعوام الماضيه، فبالتالي بتقل تدريجيا تعطيل الحركه المروريه عند المدارس. شنو اعدادنا؟ هذه من بدايه الصيف كان الاعداد حق العوده للمدارس. في المرور كانت في فعاليات، في حمله سلامتهم تهمنا كانت قائمة في مجمع الإنماء، في مجمع الرملي، في مجمع لولو الحد، تم توزيع حوالي 1000 هدية على المشاركين، كانت تحتوي على تعليم ومرح في نفس الوقت حق الأطفال، خصوصا الأطفال في السنوات الأولى في المدارس، ومعهم أولياء الأمور، ودخلنا معها خطة إعلامية راح تكون من وجودنا معاكم في نشرة الأخبار، باعتبار أن نسبة المشاهدة الأعلى في تلفزيون البحرين والإذاعة والتواصل الاجتماعي والصحافة ومن موقع الحدث اللي راح تكون يعني راح يكون الجمهور مطلع عليه، كلها يعني كانت نتيجة دراسة سابقة، إضافات على الأعوام الماضية عشان وتحسين للأخطاء وجدت. يعني اذا يعني يسمح لي المقام ان احنا نشكر الجميع، الطاقم التعليمي، المدارس خصوصا اللي بافكارهم الابداعيه رحبوا بالطلبه، يمكن هم يكونون داخل في البراد وفي مدخل المدرسه، ومع ذلك يعني في ناس تعمل
على هذه الأجواء المتقلبة في البحرين وهم في خدمتكم، وإن شاء الله بيظلون في خدمتكم للبحرين المستقبل إن شاء الله. نعم، المقدم أسامة محمد بحر، مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك.